ممكن نخش ممكن هنا هذه سكر هذه. انتشر فيديو صادم على مواقع التواصل الاجتماعي لمواطن ليبي من مدينة طرابلس، وهو يستأذن مرتزقا إرهابيا سوريا لدخول منزله وتفقد مرافقه وباقي ممتلكاته الخاصة. وظهر في الفيديو المرتزق السوري رفقة مرتزقة وإرهابيين آخرين وهم يستبحون حرمة منزل هذا المواطن الذي دخل إلى المنزل في ظل غياب تام لوزارة داخلية حكومة الصخيرات التي تركت المواطنين يواجهون مصيرهم حيال هؤلاء الإرهابيين والمرتزقة الذين عاثوا فسادا في مناطق جنوب طرابلس، حيث بدأ المواطنون يشتكون من النهب والسلب والترهيب والقتل والمضايقات التي لا تتوقف من قبل نقاط التفتيش التي أنشأها المرتزقة والغزاة الأتراك. حاجات فرد خلوان هذه الفشرة والحاجات تلفزيونات الدنيا هنا فرد بالصدراء هذه تاعي ضيل ما درتش حاجات ممكن نخش ممكن هنا هذه سكر هذه ممكن أوكي. فيما ظهر فيديو مصور آخر لمرتزقة سوريون وهم يقومون باحتلال أحد منازل المواطنين وتجهيزه لاستقبال المزيد منهم والإقامة فيه وسط استنكار شعبي عارم اكتسح مواقع التواصل الاجتماعي. المرتزقة السوريون جنبوا الريحة يلا جينك يا حفتر على الشطبلة الشطب مشان تروح المعركة. استنكار صاخب دار على منصات التواصل الاجتماعي تحت هاشتاغ عاد خش داري، واستهجان شديد اللهجة وردود أفعال قوية لما يحدث من مهزلة وخيانة للعرض والوطن داخل الحدود الإدارية لحكومة السراج في العاصمة طرابلس وضواحيها. عطية العبيدي، ليبيا الحدث.